سمعت يا ليمون عن اختفاء البيض من الثلاجة؟ شيء غريب والأغرب إنه ما حد شاف. والله ما عندك سالفة، بروح أنادي بروكلي أكيد عنده تحليل للموضوع. لا لا يا طماطم خذها مني، علميا مستحيل يتقفل وينفتح باب الثلاجة بهذه السرعة ودون ما نحس بتغيير درجة الحرارة علينا. الصراحة أقنعتني يا بروكلي، والله أنك عبقري يا شيخ. إيه أكيد، الحمد لله الوضع مستقرة والأجواء جميلة.